بن سالم اللي كانت حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة يوم أمس. مخت التمريرة عكس الهجمة للمنتخب الجزائري، تمشي الكرة ممتاز، الحارس ممتاز عزيز جماعة يتصدى للكرة. نيس بن سالم يحاول المرور ويربح على 9 أمتار، أول تصدي، ومرة أخرى رمية 9 أمتار. 11-6 على أسبقية للمنتخب الجزائري. التصويب والتصدي، عزيز جماعة يتصدى للكرة الثانية، وسام سنوسي يلا تصعيد الكرة، التصويب على العارضة، تعود لعب لحد الآن، رامي سيدي عيسى يلعب الكرة، البحث على المرور، رامي سيدي عيسى والحارس والسبعة أمتار. تعود الكرة الجزائرية، 10 ثواني على النهاية، رابح المداحي والكرة خارج المرمى. رسلين الكتل استبعاد بدقيقتين، ورمية 7 أمتار. 9 أمتار للمنتخب الجزائري. أمجد حوية البحث على لعب الديرة، أمجد حوية التحضير، والحارس عزيز جماعة يتصدى. رسلين الكتل في تصعيد الكرة، وسام سنوسي كان شيخ ومكان اسلام حقونا، لكن تسرع في الدخول. التصدي متميز، حارس المنتخب التونسي عزيز جماعة يتصدى للكرة رغم النقص العددي. هذه هي قيمة الحكم يرفع يده الان باللعب السلبي، والحارس يتصدى لكن الحكم يحتسب. الجزائري رابح المداحي، امجد حوية، والاجابة تاتي عن طريق الحارس محمد عزيز جماعة يتصدى للكرة. تبقى نتيجة 18-18. وسام سنوسي، منيب عبد اللطيف، اكثر استماتة من ملاعبيتنا في قطع الكرات. امجد والحارس ممتاز، عزيز جماعة ممتاز، عزيز جماعة يتصدى للكرة. منيب عبد اللطيف وسام ملعبية يكملوا بنفس الروح ونفس العزيمة، منازل تصدر المجموعة. والتايم اوت، تايم اوت يطلب للمنتخب الجزائري. التمرير على مستوى الدائرة، السبعة أمتار، دفاع داخل المنطقة، التصويبة كانت في وجه الحارس، إن شاء الله سلامات. اللي عايز واحد على التصويب والخطأ. تعود الكرة للمنتخب الجزائري، البحث على عكس الهجمة، تمشي كرة للجناح يفتح الزاوية، ممتاز الحارس، ممتاز عزيز جماعة في الوقت المناسب يتصدى للكرة، ويبقي النتيجة على حالها. نهاية المباراة، نهاية دراماتيكية، المنتخب التونسي يفعلها وينتصر على المنتخب الجزائري بنتيجة 25-23. جرين تكبيرة من ملاعبية المنتخب التونسي كما قاعدين نشاهد.